مساء الخير مشاهدينا الكرام، في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن محكمة الأسرة وأهميتها لكثرة النزاعات الأسرية ووجود محكمة مختصة لسرعة إنجاز هذه القضايا والحد من ظاهرة الطلاق. نشوف مع بعض هذا التقرير عن محكمة الأسرة وراجع لكم. الأسرة هي أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل وهي الأساس. وحرص الدستور الكويتي على النص في المادة 9 أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. فيعتبر مشروع قانون محكمة الأسرة نقلة قانونية وأحداث لتطور وتغيير في تاريخ القضاء الكويتي. ومن إيجابيات هذه المحكمة الحفاظ على الأسرة، خصوصا أن هناك حرجا كبيرا في حضور الأسر أمام المحاكم في مسائل الطلاق والرؤية والنفقة. فمعنى أننا نجد محكمة واحدة تجمع كل هذه القضايا هو أمر في غاية الأهمية، كما أن هذه المحكمة تعمل على حل المشاكل قبل وصولها إلى النزاع القضائي، وهذا أمر لا يوجد إلا في الدول المتقدمة، وذلك الأمر سيساهم بشكل كبير جدا في الحد من مشاكل الطلاق، لأن هناك حالات يتم التفريق بينها لأسباب بسيطة جدا، وهو الأمر الذي يفتقده الكثير من الأشخاص. بعد ما شفنا هذا التقرير أعزائي المشاهدين، نرحب بضيوفنا الكرام المتواجدين معنا في الاستديو، الشيخ صالح النهام نائب رئيس والمستشار الأول ورئيس لجنة التحكيم في الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ومأذون شرعي معتمد في المحكمة. فأهلا وسهلا معك يعني شيخنا، زيارتك اليوم يعني نشكرك أمانة عليها ويعطيك العافية. حياكم الله بارك الله فيكم. كذلك يعني نشكر الدكتورة سعاد العريفان رئيس لجنة الثقافية والعلمية ونائب يعني لجنة التحكيم في الجمعية الكويتية للأسرة المثالية وعضو في مجلس إدارة نادي الفتاة الرياضي. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله وأهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم وحساس، والكل قاعد يتكلم عن ظاهرة النزاعات الأسرية في دولة الكويت. نعم. فبداية شيخ صالح، شنو سبب إنشاء محكمة الأسرة وشنو الهدف منها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر تلفزيون الكويت على هذه الاستضافة والحديث عن موضوع يشغل بال الكثير والعديد من الأسر الكويتية، كما أشكر حضرتك كونك في المجال القانوني وتطرح مثل هذه المواضيع الحيوية. نحن يعني دائما نلتمس من الدولة والحكومة هو بسرعة إنشاء محكمة للأسرة. طيب، ما هي أو الأهداف لهذه المحكمة؟ كثير من الناس يعني ربما ما يلجؤون إلى المحاكم ويقبلون بالظلم الذي يقع عليهم لسبب اختلاط القضايا، يعني كما تعلم يعني المحكمة الكلية فيها قضايا متعددة، الجرائم والمخدرات وتشيكات دراسية وكل الدوائر موجودة. يعني حتى بعض الأسر يقول أنا ما أذهب إلى المحكمة وإن كان وقع عليها ظلم من الزوج، بسبب أن كل واحد ينظر ما في خصوصية نقول لقضيتي. نعم، يعني مثلا في بعض الأماكن في المحكمة حتى في الممر في المداخل، فاللي عنده مشكلة مثلا تشيكات بدون رصيد يعتقد أنه يشوف واحدة يمكن هي عندها نفس القضية. صحيح. واحد عنده مخدرات يعتقد نفس القضية. لكن لو كان هناك في محكمة للأسرة تنظر في خصوصية الأسرة الكويتية، لأن معدلات الطلاق الآن قاعد تزيد بشكل رهيب جدا. بعد مأذون شرعي يعني شيخ، مر عليك نسبة الزواج وقاعد تشوف تخيل نسبة الطلاق. احنا عندنا بالكويت أعلى نسبة طلاق في الخليج، يعني قد تصل احيانا حسب الارقام الموجوده عندنا 50 يعني بالمئة، يعني كل 100 حاله زواج 50 حاله طلاق. ومن هنا لابد ان ننشا يعني محكمه للاسر في فض يعني النزاعات بين الزوجين، كما ان هذه المحكمه اللي سيكون لها عده مجالات. احنا نقول لما تكون انت تجمع كل المجالات والقضايا للمحكمه الاسره في نفس المكان مبنى واحد، يكون المجال النفسي، يكون هناك خبراء في المحكمة
المجال النفسي بدل ما القاضي في يعني محاكم العادية، القاضي يحول إلى الطب النفسي. الطب النفسي يعني واحد يروح هناك مع أن الطب محترم، لكن أنه تحول طب النفسي أو يحول إلى وزارة الأوقاف لإصدار فتوى. أما إذا كان هناك محكمة الأسرة تجمع عدة المجالات، المجال القانوني ويتكلم أو يعني يتحدث عن مجال عن المجالات القانونية اللي هو ما يتعلق بمواد القانون الأحوال الشخصية، المجال الاجتماعي يتكلم عن العادات والتقاليد والمشاكل الأسرية، المجال النفسي يتكلم عن القلق والاكتئاب والضرب والسب والشتم والقضايا النفسية بين الزوجين، والمجال أيضا الشرعي هي قضية الحلال والحرام. لأن كثير من الأزواج، أنا حقيقة يعني لمست أن بعض الأزواج بل كثير ما عنده فكرة عن كم يملك من الطلاق، وإذا طلق متى يراجع الزوجة، وأحيانا ما عنده فكرة عن قضية أن المراجعة كيف يراجع زوجته. بعضهم يعني هناك بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى النظر. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني هذا بيتها ما زالت في عدة طلاق، هذا بيتها ما يجوز أنك تطردها. لا تخرجوهن من بيوتها، ما زال هذا صحيح. بيتها ولا يخرجن، ما تاخذ جلطتها وتقول روح بيت اهلي، صار في نزاع وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يقوم يطردها من بيتها او انها تطلع، ومن يتعدى حدود الله فاولئك فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فلهذا يعني كن يشوفها وتشوفها تصير الموده، تصير موده. ولهذا نقول محكمه الاسره مهمه جدا لعده اسباب، منها ان تجمع كل التخصصات، المجال النفسي، السلوكي، المعرفي، القانوني، الاجتماعي، كله في مكان واحد، ويكون هناك توعيه حقيقيه، واحنا ما نسمى بالثقافه الاسريه. يعني بدل قبل لا ترفع القضايا يعني القاضي، طبعا هذه المحكمه اللي فيها كثير من التخصصات اللي تتعلق بالرؤيه، بالحضانه، بالنفقه، يعني كل تنظر في مكان واحد، تنظر في حتى الياهل ما يودون المخافر ولا يدخل الأماكن، ولا يدخل يشوف المساجين، ولا حتى في يعني في القضايا الكلية مثلا المحاكم فيها يعني مثلا أسرة لرؤية أو غير ذلك، لما تختلط مع القضايا الثانية يمكن. نعم احنا نقول القاضي الآن، احنا هذا اللي نقول عنه قضية يعني محكمة الأسرة، الاستعجال في فض النزاع بأسرع وقت. عندنا بالكويت مثلا القاضي الله يعينهم، يعني قاضي عنده مثلا عند المسطرة أو القضايا يمكن متعددة، شيء بحضانة وشيء رؤية وشيء يتعلق بالطلاق وشيء رجعة وغير ذلك. فتخيل قاضي الأحوال الشخصية، الطلاق للظرف في الكويت قد يأخذ سنة إلى سنة ونص، لكن لما يكون هناك محاكم مختصة للأسرة ومختصة في هذا النظر، ويكون القاضي مؤهل شرعيا ونفسيا وأيضا يعني معرفيا، فيكون عنده ملم بكثير القضايا. لما يكون محكم الأسرة فنعجل، لأنه احيانا لما تكون القضيه تخلص سنه ونص ممكن يصير يعني خلال هالمده هذه بين الزوجين مشاكل، يعني جرائم وكل هذا. هو هذا الامر الوقائي هو الاهم يمكن والاسمى في انشاء محكمه، وهذا مهم جدا. انا اقول حد الظواهر، اي نعم، اذا انت تجمع كل العوامل، يعني حتى قضيه الشكل، المحكمه، اسلوب ذوق الديكورات، الاستقبال، يعني اشياء توحي بانك مكان ليس مكان محاكم وقوانين وهذا، انما الاسره لما تشوف انه في مكان ممكن، يعني مثلا الاسره اللي تجتمع هناك تعرف ان المحكمه هنا عندها مشكله اسريه. فلهذا نحن نقول الحكومه في سنه 2007 وجدت ارض في الجهره مساحتها حوالي 10,000 متر، وعلى اساس نشؤون محكمه الاسره هي 2007. وبعدين ابتدى مبنى ضخم وفي سراديب، طلع عندهم تجمع مياه والغوا، ما الغوا، اجلوا الموضوع من 2007 الى الان، وقف المشروع هذا، مشروع محكمه الاسره. راح ارجع لك دكتور. نعم. اليوم حتى بعض اعضاء مجلس الامه اليوم كان الان ورد يعني لذهني هالمعلومه، انه يطالبون بالزام بتشريع قانون بان يكون دوره تثقيفيه للمقبلين على الزواج قبل الزواج. نعم هذا اللي انا اقول، اثني على ذلك. اي نعم، انا اقول محكمه الاسره تمارس دورها التوعوي. يعني هناك في قانون، او مو قانون، احنا نقول ماده العلاقات الاسريه او العلاقات الاجتماعيه في الثانويه، لكن هذا ما يكفي،
ما يكفي، لابد أن يكون هناك عدة روافد بالنسبة لهذا الموضوع. موضوع الثقافة الأسرية أن يكون عنده مفهوم على الزواج، الخلع، الطلاق، يعني ما يكون مسألة يعني غير واضحة. ولذلك إحنا نقول مبنى محكمة الأسرة ممكن فيه هناك قاعات والكثير. لإقامة الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج. والكثير طبعا من الدول عندها محكمة الأسرة، وإلا دولة الكويت إلا الآن. مصر مثلاً أنشأت محكمة، المغرب أنشأت، الأردن أنشأت، نعم. عندنا بعد كنا أعتقد الإمارات أنشأت. نعم. يعني حقيقة الدكتورة يعني سعاد العريفان، جمعية الأسرة الكويتية للأسرة المثالية، الجمعية الكويتية للأسرة المثالية حقيقة ونقولها انفردت، والأولى كانت برئاسة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح اللي نوجه لها طبعا تحية من خلال هذا البرنامج، الجمعية الأولى اللي تبنت موضوع محكمة الأسرة. نعم. وقامت بالمطالبات، ومنذ فترة وأنتم يعني خلينا نقول في إجراءات. نعم. المطالبة ولقاءاتكم. فيعني شنو تشوفون يعني خلينا نقول أهمية وجود هذه المحكمة، وشنو كان دور الجمعية في هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدنا أن نكون في هذا البرنامج، ويسعدنا أن نكون مع صراحة أخوي الشيخ صالح نهام، ومعاك يعني أخوي أبو ناصر. وأتمنى أن احنا إن شاء الله من خلال هذه البرامج الجميلة التوعوية أن احنا فعلا نعطي الضوء السليم والإنارة الصحيحة لأجيالنا هذه القادمة. مثل ما قال الشيخ صالح نهام، هنالك قلة توعية وقلة ثقافة في عملية كيفية بناء الحياة الأسرية، وهذا راجع لأسباب كثيرة، منها أن في هنالك طول مدة المراهقة بالنسبة للشاب وللفتاة، وبالتالي لما يقبل على الزواج لا يعرف ما هي واجباته ولا ما هي حقوقه. فإحنا من خلال صراحة إلى لقاءاتنا في الجمعية الكويتية للأسرة المثالية برئاسة الشيخ فريح الأحمد الجابر الصباح، حرصنا من بداية نشأة هذه الجمعية أن إحنا اهتمامنا منصب أساسا على الأسرة وعلى قطاع الشباب بشكل عام، بحيث أن إحنا من خلال طوال أيام السنة نقوم بهذه الحملة التوعوية التنويرية، نعطي محاضرات، نقوم بعمل فلاشات، نقوم بعمل زيارات معينة، وهذلك شنو من لنعمل نوع من القدوة الحسنة أمام هؤلاء البنات. المدارس كانت وايد واضحة. نعم. ومشكورين عليها. صح كلامك. وبالتالي حاليا إحنا فعلا ولله الحمد والمنة قمنا بحملة توعوية شاملة. صح. لمراحل وزارة التربية، وأنا في هذا المقام أشكر صراحة كل المسؤولين في وزارة التربية وعلى رأسهم سعادة الوزير، إن فعلا أتحنا المجال أكثر فأكثر إن إحنا نروح حق عيالنا. يعني كل من في مجاله ممكن أنه يسوي نوع من الاستنارة، ولكن إذا كانت شاملة وكل الجهود متضافرة يكون بالعكس الفائدة للجميع. فهذه في هذا الجمعية الكويتية للأسرة المثالية حريصة كل الحرص إن إحنا نبي عيالنا متثقفين من ناحية دينية، عارفين حقوقهم وواجباتهم، وأيضا عارفين كيف يتصرفون في حياتهم وكيف يكونون أقوياء ضد ما يأتي لهم صراحة من أشياء من الخارج. وأنا أعني بها أشياء كثيرة قد تسحبهم وتؤثر على سلوكهم ويكون السلوك سلبي، وهو السلبي. يعتقد أنه قاعد يأخذ بأسباب التعلم والعلم الحديث. فنقوم بهذه العملية إن شاء الله توعوية، وإن شاء الله مستمرين بجهودكم وجهود القائمين وجهود صراحة جميع الموجودين في دولة الكويت. يعطيكم العافية. احنا طبعا راح نرجع لكم أعزائي المشاهدين، خلينا نشوف مع بعض كلمة رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية عن محكمة الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الشغل الشاق للجمعية الكويتية للأسرة المثالية هو قانون محكمة الأسرة، والذي بموجبه سيتم النظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور، سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، كذلك حضانة الأطفال. وأن الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل القضايا الأسرية في محكمة واحدة، ذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وأحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخرى، ذلك عبر إقامة عدة دعاوي في محاكم متباعدة لإطالة أمد القضايا وتثبيت الجهد والمال. وتم البحث بشكل معمق بكل كافة الجهات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وفعلا تم تخصيص أراضي لبناء مقر لهذه المحكمة في الكويت. ونتمنى على مجلس الأمة باعتبار هذا المشروع له أولية قصوى وإقراره في أقرب جلسة ليدخل حيز التنفيذ.
ذلك لتقليص حالات الطلاق ولتقليل معاناة الأسرة والمحافظة على تماسكها والسعي لبناء مجتمع قوي بصورة الحب والمودة والتفاهم والقضاء على العنف بكل أشكاله. وكلنا نأمل في قضائنا الشامخ والقوة والإسراع في تنفيذ هذا القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الحوار أعزائي المشاهدين مع ضيوفنا الكرام. الشيخ صالح، تشايف الزحمة الموجودة في الديرة واللي يعني صعوبة الوصول إلى الكثير من الأماكن، فهل راح يكون محكمة الأسرة لها مقر في مكان معين ولا في جميع المحافظات؟ هو يفضل أن يكون في جميع المحافظات. يعني نعم الكويت دولة ما هي واسعة جدا ولا هي ولايات، لكن لو كان هناك في كل محافظة يكون جزء من المحكمة، يكون محكمة كلية. يعني لما اختاروا مثلا جهة أن يكون محكمة للأسرة يعني كبداية في 2007، وكانت الفكرة قبل 30 سنة الدكتور يعني موال طوع هو أول من فكر في موضوع محكمة الأسرة، وكان طرح يعني هكذا من 30 سنة إلى الآن. احنا نتمنى بعدها الجمعية الكويتية للأسرة المثالية برئاسة الشيخ فيعلي أحمد طالبنا بتأسيس أو إنشاء محكمة للأسرة، ويفضل أن تكون في جميع المحافظات حتى نخفف الضغط عن جميع المحكمات، محاكم مثلا محكمة الاستئناف، محكمة التمييز، محكمة الابتدائية والكلية. فلذلك أنا أقول أن لو كان هناك في كل منطقة حتى توفر على لأن هناك يعني ناس احتياجات خاصة وناس كبار بالسن ونوفر عليهم الجهد بدل ما كلهم يروحون الجهة هناك، يعني نكون في كل محافظة. وكان يعني اقترحت على مثلا في احدى المناسبات ان يكون في كل مخفى مثلا يكون لجنة لإصلاح ذات البين او لجنة مصغرة عن المحكمة فتناقش فيها عن طريق ناس مختصين في المجال النفسي مثلا الاختصاصيين الاجتماعيين، هم يحاولون يجلسون بين الزوجين قبل لا ترفع القضايا الى المحاكم والى النيابة. ولذلك انا اقول محكمة الأسرة لو كانت تشمل حتى قضية الاحداث، يعني مثلا ولد حدث في مشكلة حدث تودي نيابة الاحداث يشوف كم هائل من الشباب الجرائم لهذا، لكن لما يكون محكمة الأسرة يكون هني يعني حتى المحكمة هني لعوجاج السلوك تقومه انت. يعني مثلا محكمة الأسرة انت تريد ايش؟ اصلاح الأسرة. المجتمع شو اللي طلع المجتمع الكوادر؟ شو اللي طلع لهم المحامين والدكاترة والأطباء والأساتذة والمعلمين؟ هي الأسرة. إذا ما يعني اهتمينا بالجانب الأسري أو اهتمينا بالأسرة ككيان، انت هني راح تحطم يعني جانب كبير من المجتمع. لذلك انا اقول ان لو في كل مكان او في كل محافظه يتبع المحافظه يتبع مخفى يتبع مؤسسه، المهم ان يكون هناك يعني لجنه او يعني فرع من محكمه الاسره. طبعا هذه المحكمه الاسريه راح يدخل فيها كثير من المؤسسات التربويه في الكويت، ممكن يدخل فيها بجامعه الكويت ايضا، يعني كلهم كمؤسسات تجتمع في محكمه الاسره لمعالجه القضايا واصلاح ذات البين قبل لا توصل إلى القاضي. في نقطة مهمة، بعض الناس يقولون والله أنا ما عندي فلوس حق محامين يعني أدفع. محكمة الأسرة مثلا بعض المراكز الاستشارية يأخذ على استشارة أعتقد يمكن 200 دينار. هذا كلام قديم، الآن يأخذون أكثر. فمحكمة الأسرة ما يكون فيها جوانب اللي احنا تكلمنا عنها مختصين وخبراء في الجانب النفسي والشرعي والقانوني والاجتماعي، فأعتقد التوعية يعني راح تكون سهلة. ودور لجنة ذات البين راح تكون في المحكمة الأسرة دورها مفعل وقراراتها ملزمة، يعني هو اليوم الآن موجودة اللجنة موجودة ذات البين ضعيف. ضعيف. أنا أقول يسامحون إخواني في وزارة العدل، هذا حقيقة يعني جزاهم الله خير. هو تعديل، هم مو ذنبهم، هم محتاجون إلى تعديل في التشريع. نعم. بحيث أنه يكون وهم قاعد يمارسون هذا الدور يعني. نعم. في المحكمة جزاهم الله خير مجتهدين، لكن لما يكون هناك في تفعيل للجنة إصلاح ذات البين وهم قاعد يسوون محاضرات وأنا شاركت أيضا في هذه المحاضرات والندوات، لكن لما يكون تفعيل حقيقي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الإعلام مثلا ما سمعتوا تسوون الآن، بالتعاون مع وزارة التربية المحاضرات، يمكن الدكتور سعاد العيفان شاركت في مثل هذه يعني الحملات التوعوية. لو كان هناك فعلا يعني توجه حقيقي، احنا نتمنى ان الحكومة يعني الآن إعادة النظر عن طريق مجلس الأمة تشريع قانون واستعجال إنشاء محكمة الأسرة للحفاظ على الكيان الأسري الكويتي والحفاظ أيضا على
بالنسبة لجهة إصلاح ذات البين، إحنا ما نتمنى أن توصل القضية للقاضي، هناك في مكتب الاستشارات الأسرية موجود في المحاكم، صحيح. في الرقعي، في الأحمدي، الصباحية موجود أيضا، يحاول في الجهر قاعد يحاول الحقيقة في محاولات، بس الآن كثرة القضايا ما عاد مكتب الاستشارات الأسرية يعني يعطي وقت، ما في وقت يعني إحالة للقاضي، إحالة للقاضي على طول. أنت تحول أنا صح. يعني لاحظ إن مكتب استشارات الأسرة تحول الآن إلى إيش، حالات طلاق، يعني رفع حالات الطلاق. أنت إيش عندك، إيش المشكلة، يلا حول القاضي سبب. والقاضي ما له حق المناقشة، يعني القاضي بشر عفي عليه ما شاء الله، عسى الله يبارك فيهم. القضاة عندك كم هائل من القضايا متى يخلص، لهذا محكمة الأسرة حتخفف عن القضاة الأب. أيضا راح يكون هناك في استعجال في القضايا المستعجلة، مثلا خاصة فيما يتعلق بالنفقة، الحضانة، رؤية، مثل أحداث، كل هذا في جو أسرة يكون هناك أفضل. أيضا تخصصات هذه محكمة الأسرة، بدل ما أنا أحول مثلا الأسرة يعني زوج وزوجة وأولاد إلى مثلا محاكم أو إلى طب النفسي أو الأماكن، ممكن أنا أجمعهم في مكان واحد، يكون هناك لجان خبراء يجلسون معاهم قبل لا يرفعون الأمر إلى القاضي. هو هذا المطلوب، يعني لجنة إصلاح ذات البين المطلوب منها أن يكون دورها وقائي، خلينا نقول قبل وقوع الطلاق، فهذا وقائي من يعني من العلاج. فإحنا هذا اليوم إن شاء الله يعني إحنا نتمنى أن يكون في محكمة الأسرة دور لجنة إصلاح ذات البين يكون ملزم، ويعطي خلينا نقول مواعيد، ويعطيهم حلول، هذا كلام سليم، وخل هم يروحون وخلي كلهم صلاحيات أيضا. صلاحيات يعني مفوضين من قبل، ما بحاول الطلاق خلاص ارجع، انا اقول لك روح سوي هالعمل، وفر لها سكن. وفي نقطه مهمه جدا، احيانا ما يحضر الزوج، مثلا تحضر الزوجه فياخذون اقوالها، مثلا الزوجه لو كان حضر الزوج ممكن المهمة تنتهي في لحظات، لان صحيح. الزوج هو المعني، فيلزم الزوج يلزم انه يحضر على اساس عمليه اصلاح ذات البين قبل لا ترفع الى المحكمه، اذا حضر يبقى انتهت المشكله ان شاء الله. اتمنى سرعه اقراره، وهو الان طبعا هذا مشروع القانون معروض الشهر القادم على مجلس الأمة، واللي نتمنى سرعة قراره. أعتقد يمكن من هذا المنطلق وبرنامجكم أخواننا في أو أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء أن يستعجلون في قضية إنشاء محكمة الأسرة، حفاظا على كيان الأسرة الكويتية والخصوصية، حتى نعطي مجال، حتى اللي تقول والله أنا ما أقدر أروح محاكم، قل هناك يعني قضايا جرام، لا لا لا، إحنا نقول ما أشوفين إن شاء الله مجرمين ولا أشوفين هذا، إنما هناك في محكمة خاصة، حتى طريقة طرازها والمحكمة يكون طراز يعني أسري، يعني يغلب عليه الجانب الأسري. نعم ممتاز ممتاز. يعني احنا من اهم خلينا نقول دور الجمعية الكويتية للأسرة المثالية، قامت بمقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، ويمكن انتم يعني اكيد صار هناك مناقشة لأبرز المشاكل، فشنو كان يعني أبرز المشاكل اللي تم مناقشتها في هذا اللقاء مع الجمعية؟ صراحة تشرفنا بمقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، وكانت صراحة مقابلة فعلا طيبة ومثمرة، وبالفعل يعني كان عنده تصور تبارك الرحمن شامل لمجموع القضايا، وكان أيضا عنده اهتمام خاص بموضوع الأسرة وموضوع الطفل وموضوع الناشئة. وبالتالي سعادة المستشار طمنا وقال بأن إن شاء رب العالم في حال أنشئت محكمة الأسرة راح تكون إن شاء رب العالم في كل المحافظات، مثل ما تفضل الشيخ صالح، لسهولة إن الأسرة وصول. تدخل في جو أسري، وليس جو مشاحنات، هو مجرد قد يكون خلاف ما بين اثنين، ولكن هذا خلاف إذا احنا قعدنا في 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 نوع من الحميمية وفي نوع من الهدوء النفسي وأيضا مع متخصصين، فهذا كله راح يكون يذوب هذه ما يسمى بالمشاكل، بل بالعكس قد احنا في هذه الجلسة الحميمية نبين للأطراف الجوانب الإيجابية في حياتكم والجوانب الجميلة في حياتكم بدليل وجود هذول الأبناء. فبالتالي هذه الجلسة الحميمية ما راح تكون على شكل محكمة، ولكن راح تكون جلسة جميلة، جلسة اجتماعية نفسية شرعية وأيضا توعوية. هذا الجو إن شاء رب العالم راح يذيب وراح يسهل الأمور وراح يترجع عواصر المودة والرحمة اللي الله سبحانه وتعالى جمعهم هالاثنين مع بعض. فنتمنى إن شاء رب العالمين سرعة إنشاء القانون، والمستشار فيصل مرشد صراحة كان بالفعل شدد على هذه النقطة وحريص جدا جدا، وكل هذا صراحة يعني يعطينا أمل كبير جدا إن ولله الحمد هنالك عناصر جيدة وفي هنالك أمل كبير، ولا في داعي نحن نتظلم في مشاكل معناته في هنالك غمامة، لا، هي المشاكل هي تعطينا أيضا حافز لنا أن أشتغل صح
وحافظنا انا اوضح صح وحافظنا انا يعني جوانب الاسره الكويتيه ان انا اخليها دائما ان شاء الله ايجابيه يعني. وهذا يعني انا صراحه يعني احب اقول في هذا الاطار يعجبني اسلوب طبعا المسؤولين انهم في هنالك اريحيه وفي هنالك قبول لكل افكار اللي ترد لمصلحه المجتمع الكويتي. عدنا لكم أعزائي المشاهدين لاستكمال حلقتنا اليوم وموضوعنا عن محكمة الأسرة. شيخ صالح، شنو الآن أبرز المواضيع اللي الجمعية بصدد النشاط فيها؟ نعم، احنا في كالعادة في كل سنة نطرح جائزة الأم المثالية. والهدف من الجائزة هو تقديم نموذج أسري للمجتمع، نقول هذه أسرة نجحت بسبب التضحيات بعد الله سبحانه وتعالى، قدمتها الأم، قدمها الأب، قدم الأبناء، ماذا أنتجت هذه الأسرة؟ ممتاز. وهذه الجائزة طبعا راح تكون هي للجميع، مفتوحة في دولة الكويت للكويتيات والمقيمين أيضا مقيمات يعني كذلك لمواطني مجلس التعاون الخليجي، أيضا لجامعة الدول العربية، يعني جميع الدول العربية. انتقلت الجائزة من المحلي إلى العالمية، وهذه الجائزة طبعا لها شروط معينة ولها أيضا معايير حتى يعني، واتمنى كل يشارك، وباذن الله عز وجل راح يكون هناك في استمارات للمقيمين والوافدين ولمجلس التعاون الخليجي وايضا للوطن العربي. ممتاز. نعم. يعني رئيسة اللجنة اكيد عندها هم بعد كلام في هذا الموضوع. مثل ما تفضل اخوي الشيخ صالح، هو بالفعل نطرح ولله الحمد يعني صلنا في هذه الجائزة يعني سنوات ولله الحمد مثمرة وجميلة، ومن خلال هذه المسابقة حقيقة تعرفنا على أسر بالفعل هي أسر مثالية، وهذا على مستوى سواء المواطنين أو أيضا المقيمين أو حتى على مستوى مجلس التعاون والدول العربية، فتعرفنا على نماذج فعلا رائعة. وهذا فعلا يعطينا الحافز ان احنا نستمر ان شاء رب العالمين في هذه الجائزه، لان بالفعل هي نموذج، هي نماذج، ومن خلال هذه النماذج حين نقول احنا الاسر العربيه المسلمه بخير، ولا يكون في هناك اي نوع من انواع التشاؤم، بل بالعكس كل ما تمسكنا بديننا الحنيف كل ما بالعكس اخذنا بالاخلاقيات والسلوكيات الحسنه، وكذلك ايضا صار في هناك ترابط اسري كبير. من خلال عرض استمارات اللي هي حطوا الشاشة. أي. هذه الاستمارة هي مخصصة للأسرة الكويتية وفقا لمعايير، وهذه المعايير راعينا فيها الجانب القانوني والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب التطوعي، بحيث وهذه الشروط شروط صراحة متجددة سنويا ووضعت من قبل متخصصين، ومن خلالها طبعا تملأ الأسرة أو من في يتقدم في مقر الجمعية تعبئة أساس المشاهدين في مقر الجمعية، أو طبعا هذه الاستمارة توزع وإحنا نحاول دائما نوزعها من خلال يعني طبعا جميع الوسائل الموجودة في دولة الكويت عشان يتاح للجميع المشاركة، وأيضا هي استمارات موجودة أيضا في مقر الجمعية الكويتية الأسرة المثالية. طبعا يقرون المعايير والشروط ويحطون طبعا الاسم والرقم المدني وطبعا مكان الوظيفة إذا كانت الأم أو الأب موظفين. إذا لم تكن الأم موظفة أيضا يحق لها المشاركة إما بنفسها أو من خلال عيالها أو من خلال زوجها. والشروط والمعايير سلسة ولينة ومتوافرة أن الجميع طبعا يكون ممكن أنه يشارك فيها. وهذه الاستمارة حق المواطنين، ونفس العملية هنالك أيضا استمارة لإخواننا الوافدين والجماع في دول مجلس التعاون وأيضا الدول العربية، وإن شاء رب العالمين راح يكون في هنالك أيضا استمارات للدول الأخرى، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وأتمنى أيضا الفوز للجميع. الله يعطيكم العافية، أمانة كلام جدا مثمر، وإن شاء الله نكون قد يعني أثمرتوا الحلقة وما قصرتوا طبعا على حضوركم، فكل الشكر والتقدير لكم، يعطيكم ألف عافية. وشكر لكم على
استضافتنا والحديث عن أهم أعمال وإنجاز الجمعية الكويتية، واتمنى إن شاء الله المزيد من التعاون بيننا وبين وسائل الإعلام. يعني جهود مبذولة وواضحة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية، أمانة تقوم بجهد كبير، ويعني حتى على جميع جمعيات النفع العام عليهم الحذو بما تقوم به الجمعية الكويتية للأسرة المثالية، فكل الشكر والتقدير لكم. وطبعا على رأس الجمعية الشيخة فريحة أحمد الجابر الصباح، فنوجه لكم بكل أعضاء الجمعية كل الشكر والتقدير لكم ولقبولكم يعني زيارتنا في هذا المكان. حياكم الله، واحنا سعيدين في هذا اللقاء لكي نلقي الضوء على بالفعل المجهودات صراحة التي تقوم بها جميع المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم طبعا الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، لأنها حريصة كل الحرص على كل ما يتعلق بسلامة وأمن الأسرة الكويتية وأيضا الأسرة العربية بشكل عام. شكرا، شكرا لكم جميعا. احنا نشكر وزارة الإعلام متمثلة بوزير الإعلام على الجهود اللي تقدمونها لمصلحة الوطن والأسرة خاصة والمجتمع عامة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحط إيدنا بيدكم وكل هذه لمصلحة مجتمعنا. الحقيقة المواضيع اللي تطرحونها القانونية أو الجوانب القانونية لا شك أنها يعني بناء أسرة متكاملة. إيه نعم، ستساهم في إنشاء واستقرار الأسرة الكويتية إن شاء الله. شكرا لكم. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين، في أمان الله، مع السلامة.